جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أعلن عن بوابة الوصول لمزايا قانون تنمية المشروعات والضريبة المبسطة وتوفيق أوضاع مشروعك، وده ضمن خطة الجهاز للارتقاء بخدمة العملاء. مش بس كده، ده لتسهيل الحصول على خدمات متكاملة من الجهاز. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذ هاني مجدي، مدير خدمة العملاء بجهاز تنمية المشروعات. صباح الخير على حضرتك، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. في البدايه لما نقول يعني اللي بيتم تقديمه من خلال الخط الساخن لجهاز تنميه المشروعات كتير، خلينا نتكلم عن سريعا كده ايه الحاجات اللي بيتم تقديمها من خلال هذا الخط. تمام يا فندم. طبعا سيادتك اشرتي لنقطه مهمه جدا، جهاز تنميه المشروعات خلال الفتره دي فعلا يعني او بشكل مستمر فعلا بيكثف جهوده للارتقاء بخدمة العملاء والإجراءات المقدمة للجمهور عن طريق خط الساخن وعن طريق قنوات أخرى كثيرة عندنا في جهاز تنمية مشروعات. هي بس يعني بداية الموضوع هنقول إن أي مؤسسة ناجحة أو جهة ناجحة أنا على ما أعتقد إن خدمة العملاء فيها تبقى لازم تكون ناجحة جدا، لأن العميل طبعا وبناء على تعليمات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن عنده المواطن هو نمرة واحد، فبالتالي إحنا ماشيين على هذا النهج يا فندم. احنا عندنا خط ساخن على من الساعة 8 الصبح 8:30 إلى الساعة 9 مساء للتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين بشكل دائم على طول وبشكل حرفي جدا جدا، ودي مهمة جدا قصة بشكل حرفي، إن طبعا هم لازم يكونوا على مستوى عالي جدا من الرد على العملاء يا فندم. بكل تأكيد. طيب استفسارات زي ما حضرتك قلت، استفسارات وشكاوى، طبيعة الاستفسارات دي عاملة إزاي وإيه أكتر استفسارات الناس بتسأل عنها؟ تمام يا فندم، ده سؤال مهم جدا لسيادتك. طبعا اي منتج جديد يعني بيقدم من خلال الدوله، الاستاذ امين جامع معالي وزير التجاره والصناعه ورئيس التنفيذي للجهاز، دايما بتبقى معانا في هذا الموضوع ان احنا لازم تكون خدمه العملاء على اتم استعداد وجاهزيه تامه لاستفسارات المواطنين. واهم الاستفسارات طبعا خلال الفتره اللي فاتت زي ما سيادتك عارف قانون تنميه مشروعات الجديد اللي اصدر 151 اللي هو سنة 2020، ده حضرتك ده القانون الجديد اللي ظهر، وده كان بيعالج بعض نقاط الضعف في القانون القديم يا فندم، طبعا زي ما سيادتك عارف يعني. أكيد. عظيم. طيب لما نيجي نقول إن الناس علشان تقدر تستفيد من طريقة توفيق الأوضاع أو آليات توفيق الأوضاع المفروض تعمل إيه؟ تمام يا فندم، ده سؤال مهم برضه جدا جدا جدا. زي ما نقول بس الاول ان القانون ده بيستهدف مين حضرتك؟ بيستهدف اصلاحها بالمشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه السعر القائمه، وبرضه ايضا في الراغبين في اقامه مشروعات جديده، ده يعني برضه سيادتك تبقى عارفه هذا الموضوع جدا. القانون ده حضرتك يعني اصدر ليه؟ اصدر حضرتك لان في مزايا كثيره جدا عندنا في الجهاز، بيطلع حاجه اسمها شهاده التصنيف. شهاده التصنيف دي شهاده بتصدر من خلال افرع الجهاز اللي عندنا اللي هو 33 فرع حضرتك. بعد شهاده التصنيف لما بتصدر دي حضرتك بيكون في مشروعات كثيره جدا بتحصل على المزايا اللي سيادتك قلت فيها. اهم حاجه في هذا الموضوع اللي هي تقنين الاوضاع، ده سؤال مهم جدا جدا سيادتك قلتيه، اللي هو الاقتصاد الغير رسمي، وده المشكله اللي هي الفتره اللي فاتت دي كلها بنحاول ان احنا نوجه الاقتصاد الغير رسمي الى اقتصاد رسمي عن طريق بعض المزايا اللي هي اصدرها القانون يا فندم. المزايا اللي هي بدات ان القانون يشتغل عليها النهارده ان بنقول مثلا الناس اللي هي مش مقننه الاوضاع، بمعنى ان هو شغال بدون اوراق، بدون مستندات، بدون سجل ضريبي، بدون سجل تجاري، بدون بطاقه ضريبيه، بدون ترخيص، ده احنا بنحاول دلوقتي من خلال جهاز تنميه مشروعات ان احنا نحوله من قطاع غير رسمي لقطاع رسمي عشان يبقى طبعا تبع الدوله. وبندي له مزايا كتيره جدا، من اهمها يا فندم ان هو مثلا يعني العميل اللي كان شغال في القطاع الغير رسمي وبدا يشتغل في قطاع رسمي بنبتدي نعفيه من الضرائب اللي فاتت خالص، يعني لو عنده هو الضرائب خلال الفتره السابقه قطاع حاجات دي بنشيلها له الفتره دي خالص. وبعدين بنبتدي نشتغل معاه بنديله ترخيص مؤقت ساري بالنسبه له مده تصل من سنه لخمس سنين عشان يبتدي يوفق اوضاعه. كويس قوي. الحاجه الاهم برضه يا فندم ان احنا بنبتدي النهارده لو عنده اي دعاوى قضائيه خلال الفتره دي او عقوبات صادر عليه طبعا بنحاول ان احنا نشيلها له، الا اذا طبعا كانت عقوبات لا يسمح بها القانون. مفهوم فندم. مفهوم. طيب حضرتك اتكلمت عن اننا بنستقبل استفسارات الناس بترغب في انشاء مشروعات جديده.
هل بنقدر من خلال خدمة العملاء ان احنا نعرفهم ايه اكتر المشروعات، يعني نديهم خريطة سريعة كده للمشروعات اللي ممكن ينفذوها، اللي ممكن تناسب قدراتهم بحسب اوراقهم اللي تقدموا بيها؟ تمام. طبعا يا فندم ده مهم، حضرتك برضو حاجة تسأل اسئلة فعلا، ان اغلب العملاء بتسأل السؤال ده، كيفية تقديم الخدمات من جهاز المثلث. عجالة كده يا فندم، وجهاز المشروعات بيقوم بتقديم خدمات مالية وخدمات غير مالية. الخدمات المالية طبعا زي ما سيادتك عارف، يعني في حدود التمويلات سواء متناهي الصغر سواء متوسط سواء صغير، ده من خلال الجهاز طبعا، والتمويل متاح جدا ان شاء الله وفقا لإجراءات بسيطة جدا جدا، وتم تبسيطها فعلا خلال الفترة اللي فاتت. الجزء الثاني حضرتك الخدمات الغير مالية اللي هي طبعا وان ستوب شوب، ودي بتهالي من اهم الخدمات اللي تقدم من خلال الجهاز، اللي هي خدمات استخراج الاوراق سواء السجل التجاري سواء البطاقه الضريبيه سواء الترخيص المؤقت سواء كل حاجه يا فندم. ده من خلال ان احنا عندنا في الافرع الاقليميه موظفين جايبينهم من الجهات الاداريه اللي هي سواء السجل التجاري البطاقه الضريبيه التراخيص، علشان تذليل العقبات على المواطنين، بدل ما المواطن يبتدي يلف من كل مكان، لا احنا وفرنا له كل الاجهزه في من خلال الفرع الاقليمي التابع للجهاز يا فندم. طيب اللي بيكلم حضرتك في التليفون او اللي بيكلم خدمة العملاء في التليفون ده لازم يكون عنده مشروع موجود بالفعل قائم، ولا ممكن يكون بيتكلم عشان يعرف ايه المشاريع المتاحة، او ممكن يكون بيتكلم وهو عنده بالفعل فكرة وعايز يستفسر ازاي بيتم التعامل معاها او ازاي بيتم تمويلها؟ انهي فيهم هو الطريقة الامثل لاستخدام الخط الصحي؟ طبعا اصحاب المشروعات اللي هم القائمة بيتكلم برضو لو عايز يبتدي سواء المشروع بتاعه قائم، فبنبتدي نعمل تمويل زياده، عايز اجراءات ما فيش مشكله خالص، سواء جديد او قائم يا فندم. الجديد طبعا اللي عنده فكره، احنا عندنا افكار كتيره، يعني في كتير جدا من العملاء يا فندم بيتكلم بيقول لي انا عندي فكره مشروع، عايز اعمل مشروع، انا بفهم ده من خلال الخط الساخن يا استاذ هاني، بفهم في الجزئيه دي استاذ هاني. عذرا للمقاطعه، ده بيبقى من خلال الخط الساخن؟ يعني هو بيتكلم في التليفون يقول انا عندي فكره مشروع، ولا لازم يبقى معاه دراسه كده ويجي يقابل بيها شخص مسؤول ويبتدي يتكلم معاه؟ لا لا يا فندم، تماما بيكلم الخط الساخن حضرتك، هو ما يعرفش اي حاجه، ما عندوش اي دراسه ولا دراسات الجدوى. احنا بنقوم بعمل هذا الكلام بالكامل يا فندم، بنقوم بكل حاجه. النهارده العميل بيتقدم بيكلمنا بالتليفون او عن طريق قنوات اخرى، زي مثلا عندنا الصفحه الرسميه للجهاز على الفيسبوك، عندنا الخط الساخن 16730، ده متاح سيادتك من الساعه 8:30 ل 9 مساء وكل الايام، مفيش اي اجازات فيه حضرتك. ده بيتكلم معاهم، بيسالهم الخط الساخن المدربين على هذا الموضوع، يبتدي يستفسر منه، يبتدي يقول له طيب فكره المشروع، يبتدي يوجهه للفرع الاقليمي اللي عندنا، يقعد مع الموظف في الفرع الاقليمي يبتدي يعمل المشروع. من ضمن الاستفسارات المهمه زي ما حضرتك سالتني برضه، دي مهمه جدا، ان في بعض المواطنين بيتكلموا او بيدخلوا على الصفحه عندنا على الفيسبوك بيقول لي انا عايز وظيفه. وطبعا انا ممكن اقول له ان هذا لا يخص الجهاز، لكن احنا ما بنعملش كده يا فندم، احنا بنتكلم معاه وبنقول له طيب ما بدل يكون عندك وظيفه ما تعمل مشروع، يعني اعمل مشروع. فبيبتدي فعلا يوجه الفكر من الوظيفه للمشروع، فيبتدي ان احنا كسبنا فعلا، عملنا عميل جديد، وكسبنا ان في دلوقتي شاب قدم على مشروع وبدا يشتغل فيه من خلال جهاز تنميه الاقتصاد. عظيم جدا، كل الشكر لحضرتك يا فندم الاستاذ هاني مجدي، رئيس قطاع خدمه العملاء بجهاز تنميه المشروعات، شكرا جزيلا ليك.